اخباركم وعاملين ايه؟ كل حاجه كويسه يا رب دايما والحمد لله. تعالى هفسر لك اكتر الكلام اللي يمكن كنت بتناقش فيه او بتكلم فيه مع زملائي. زمان 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 ده امتى؟ زمان ده انا اقدر اقول لك مثلا من سنه 2000 ولا حاجه، وقد يكون من قبلها. كلام كتير على القاهرة أصبحت مزدحمة مكتظة بالسكان، إحنا نخشى أن تتحول القاهرة إلى ساحة انتظار عملاقة، يجب على الدولة والحكومة أن تفكر في نقل العاصمة أو على الأقل نقل المصالح والوزارات إلى مكان جديد. راجع أرشيف كل الجرايد، الجرايد المملوكة للدولة، الجرايد الخاصة، الجرايد الحزبية، وكله موجود. يعني جوجل الحقيقة بينك وما بينه انك تدوس على الزرار. كل الجرايد، مقالات بتتقال، بعض اللقاءات التلفزيونية بيتقال الكلام ده. ماشي. تيجي الدولة بعد 2014 تشتغل على انه يبقى فيه عاصمة جديدة، ولماذا العاصمة الجديدة؟ يا عم هو أنت عايز إيه؟ هو مين اصلا اللي بيخترع لك الفكره بتاعت ولماذا؟ يعني انه يبقى في حاجه انت بتطالب بيها فيطلع لك بعد شويه يقول لك ايه وليه عملتوها؟ طيب هقول لك واحده واحده. مثلا زمان انا الجيل اللي شاف بالطبع ما نطلق عليه كده وش كده يقول لك القطاع العام اللي هو بيشتغل في كل المناحي الاقتصاديه. أنا من الناس اللي مبسوطة كنت بالقطاع العام، يعني ما عنديش أزمة، وأنا راجل ابن ناس موظفين بياخدوا المرتب آخر الشهر، فأنا أبقى مبسوط إنه القطاع العام ده بيحمي الطبقة المتوسطة والطبقات الأقل حظا من هذا المجتمع. بعد شوية بدأت تحصل ما أطلق عليه زمان حاجة اسمها الخصخصة، أيام الدكتور عاطف عبيد الله يرحمه. فطلع ناس كتير جدا من المعارضة، أنا وأهلي منهم على سبيل المثال، وأنا كنت أشب عن الطوق، فليه بتتعمل خصخصة؟ حافظوا على القطاع العام. ده مش بس كده، ده تقريبا الشارع الصحفي والسياسي كله تقريبا بيتكلم في إنه وليه خصخصة؟ لازم نحافظ على القطاع العام ولازم نكبر القطاع العام، بس علينا أن نعيد هيكلة القطاع العام. أقول لك تعبير زمان، هيكلة القطاع العام، علشان يبقى القطاع العام ده يبقى حديث، يبقى ندرب الكوادر البشرية اللي فيه، أجدد المكن بتاعه، أشتري مكن جديد وهكذا، فحافظ على ده لأنه ده الحماية الحقيقية للمجتمع والحماية الحقيقية للطبقة الوسطى والطبقات غير المحظوظة، ما بين قوسين قد تعتبرها في بعض الأحوال لم تكن سعيدة. بعد شوية نبدأ ناخد بعضنا ونكمل، طب يلا بينا نشتغل بالقطاع، ما هو قالك بقى يا جماعة حافظوا على القطاع العام فاشتغلوا بالقطاع الخاص، فاشتغلوا بالقطاع الخاص، فاتشتم القطاع الخاص. بعد شوية نلاقي انه الدولة بتساعد قدر الإمكان الناس انها تعيش، يعني لما يبقى في عندي كان الحاجات او شركات إلخ او منشآت هي مملوكة للدولة، خد بالك مملوكة للدولة على اختلاف القطاعات المالكة ليها، تشتغل مثلا في الرقعة الزراعية، تشتغل في الاستزراع السمكي، تشتغل في مصانع كذا، تشتغل في بنى بيوت كذا، وتقدم أسعار منافسة جدا بحيث أنك تقدر تستفيد منها، أو بالأدق السواد الأعظم، القطاعات الأوسع في هذا المجتمع تقدر تستفيد. فيروح طالع الناس يقول لك ولماذا تتدخل الدولة في الاقتصاد؟ أرجوكم لا تتدخلوا في الاقتصاد. فتبدأ الدولة تشتغل على دعم القطاع الخاص والاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، وتبدأ توسع من نشاط المستثمرين على القطاعات أو في الشرائح الثلاثة أو في التصنيفات الثلاثة، مصري عربي أجنبي. فيروحوا طالعين ويقول لك إيه ولماذا تعرض الدولة حصص؟ وليه في طروحات؟ وعلشان إيه؟ ماله القطاع العام؟ ممكن تقول لي مين المستفيد ورا حالة البلبلة الفكرية اللي طول الوقت قاعدة بتشككك في أي خطوة؟ أنا بقول لك ده من واقع اللي بيحصل من 98 لحد هذه اللحظة، وأنا محدد من 1998 حتى هذه اللحظة. مين اللي مستفيد من ده؟ طيب سيبك من زمان، طب وبعد 2014 مين اللي مستفيد من التشكيك المستمر؟ مين المستفيد من التشكيك المستمر؟ إن دولة بتستثمر في شركاتها وبتكبرها عشان تحمي أكبر قدر ممكن،
وهي من البداية عارفة إنها بتكبر الشركات وبتطورها وبتحدثها علشان خاطر يبقى هذه الشركات جاذبة للاستثمار، فتبدأ تدخل معاها شركاء نجاح. دي الخطة من البداية. وانت دخلت شركاء النجاح ليه؟ مين قال إنهم شركاء نجاح؟ ده طول الوقت هو ما فيش مستفيد على الإطلاق من حالة التشكيك المستمرة غير عدو هذه الدولة، ممثل في حاجة اسمها تنظيم الإخوان. تنظيم الإخوان ده بقى بمنبثقاته الفكرية الكتير جدا وأشكاله المختلفة. الله، طيب إحنا كمجتمع للأسف الشديد بنستقبل إيه؟ بستقبل آخر حاجة. صحيح، هم ليه يا جماعة بيعملوا طروحات؟ الله، مش أنت اللي قلت ما تيجوا نعملوا طروحات ونسمح للقطاع الخاص والاستثمار إن هو يخش أكتر؟ مش أنت اللي بتطالب بده؟ مش انت اللي بتدفع دفعا في ده؟ مش انت اللي بتقول يلا بينا نوسع حجم التدفقات الاستثماريه اللي داخله مصر؟ طب ما انا بقول لك ان دي خطتي من البدايه، بنجح شركات عشان اطرح منها نسب فنبقى شركاء مع بعض، وابقى دخلت استثمار اجنبي مباشر او استثمار محلي مباشر يزود من حجم استثماراته داخل البلد. ده بمنتهى البساطه. طب انت سايب نفسك للاخوان ليه؟ ليه؟ قول لي سبب واحد. طب بعد اللي انا قلته لك قادر انك تستوعب عمليا انه ايوه بكل الناس اللي بتحاول تقنعك ان مفيش مؤامره؟ ما هو اللي هيقنعني ان مفيش مؤامره يبقى هو اللي متآمر بصراحه. الاسكندر الاكبر جه مصر بمؤامره، امال جه بايه يعني؟ جاي محبه؟ كان جاي حج عندنا؟ قعد هو واصدقائه عملوا مؤامره لاحتلال هذا البلد فجم، بعد شويه الطلاين جم بمؤامره طبعا، امال بايه يعني؟ هرجعك على مساله الاستثمار وشوف الدوله بيحصل فيها ايه. على سبيل المثال النهارده اجتمع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وايضا اطلع خلال هذا الاجتماع على ايه بقى؟ مستجدات اعمال تطوير منطقه مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة. ده استثمار من نوع آخر، ده استثمار في القطاع الصحي يستفيد منه كل المصريين بالمناسبة بالشكل ده وغير المصريين. فتعود مصر بطبيعتها إنها القبلة الطبية الأكبر والأهم والأبرز في المنطقة بالكامل، والطبيب المصري لحد اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي وهيستمر هو الطبيب الأهم الأهم والأفضل والأقوى على مستوى المنطقة بالكامل. حلو؟ الرئيس وجه بإيه؟ قال يا جماعة كثفوا العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير والمهم، وعايزين نضمن استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، ما نبقاش عملنا كل ده ونيجي بعد كام سنة نلاقي الحكاية بتبوظ. لا، أنا عايز استدامة. الرئيس بيقول ده لأنه واضح قال ده اللي بيحقق هدف الدولة في تقديم خدمة طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة لتطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة. خلوني أفهم أكتر حول هذا الأمر. معانا على التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار فخامة الرئيس للشؤون الصحية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أستاذ يوسف أهلا بيك يا فندم. إزاي صحة حضرتك؟ الحمد لله وحاجة بخير. الحمد لله في نعمة ربنا ومبسوط دايما. تعبان ولا ايه حضرتك؟ والله جالي تمزق كده في أربطة وبتاع، بس بتعافى بتعافى. لا ألف سلامة على ربنا الشيء. يخلي حضرتك يا فندم، ربنا يخليك يا دكتور. دكتور محمد، واحنا بنتكلم على المدينة الطبية أو تطوير مستشفيات جامعة عين شمس اللي تتحول إلى مدينة طبية عالمية، الكلام ده معناه إيه يا فندم؟ شوف يا فندم، مستشفيات جامعة عين شمس هي المستشفيات التابعة للجامعة وكلية طب جامعة عين شمس. حلو. مكانها في العباسية، امتداد لكلية الطب، مكان تعليمي تدريبي، بيخرج الأطباء بيأهلهم، بيدي دبلومات وماجستير ودكتوراه، بيشخص ويعالج في المتوسط مليون إنسان سنويا. حضرتك لو رحت الصبح في أي يوم هتلاقي أعداد من السادة المواطنين، صحيح، أحبائنا من جميع أنحاء الجمهورية جايين لهذا المستشفى المرجعي الكبير جدا.
هي مجموعة من مستشفيات. سيادتك عدد الأسرة فقط، الأسرة اللي هي بينام عليها المرضى اللي بنعالجهم في السنة في التوتال 3500 سرير. حاجة ضخمة جدا حضرتك. طبعا. ومجموعة كبيرة من المستشفيات، يعني فيها مستشفى أمراض نساء وتوليد، مستشفيات الأطفال، فيها مركز سموم، علاج السموم، فيها مركز طب نفسي، فيها معهد قلب كبير جدا بيعمل في المتوسط في السنة من 6000 ل 6500 عملية. ثم مستشفى عين شمس القديم اللي هي الجامعي. فيها كل أقسام أمراض بطنة، مستشفى الدمرداش الجراحي، مركز تدريب، مركز أشعة، مركز بحوث علمية. فالمستشفى أو هذه المستشفيات هي مركز تعليمي وتدريبي وتأهيلي وأيضا علاجي. كان محتاجين تطوير هذا المكان في مجموعة من الرعايات المركزة جوه، منها أول وأكبر رعاية مركزة لعلاج الجهاز التنفسي في مصر. فعندما عرض على سيادة الرئيس في مراحل تطوير وتحسين الخدمات الطبية في مصر، كان هذا المكان يعني من هذه الأماكن اللي يجب تطويرها وتحسينها. عظيم. المكان كله سيادة الرئيس أمر أنه كله بما فيها الحدائق الداخلية، كانت حديقة الويلي وحديقة المحمدي، أيوه، ضمت إلى المكان، ثم بدأ في إنشاء مراكز متطورة جديدة جدا. إحنا في مراحل الانتهاء يا أستاذ يوسف لأكبر مستشفى طوارئ في مصر، ويمكن يكون في الشرق الأوسط، لحالات الطوارئ والحوادث إلى آخره. مركز نقل دم جديد متطور، مركز علاج أورام، مراكز أخرى، مركز يعني حاجة اسمها بيت حيوان اللي هي الحيوانات التجارب للتجارب العلمية الطبية. عشان كده من ضمن توصيات فخامة الرئيس، أيوة، إن إحنا يبقى عندنا نطور البحوث الطبية، لأن هذا المكان في مختلف تخصصات الطب بيطلع منه بحوث عالمية كل سنة. حضرتك يعني عدد الأطباء وأساتذة الطب اللي بيعملوا في هذا المكان عدة آلاف. عندما يتحول هذا المكان إلى مدينة طبية متكاملة تخدم ملايين المرضى وتقدم كل ما هو جديد في الطب في هذه المدينة، أستاذ يوسف ما فيش تخصص طبي أساسي ولا فرعي إلا موجود. كثيرا من التقنيات الحديثة التشخيصية والعلاجية وطنت من خلال المستشفيات الجامعية، ومنها مستشفيات جامعة عين شمس اللي هي على وشك تبقى مدينة طبية متكاملة. الموضوع السيد رئيس وجه بيه، والإجراءات ماشية، والجزء النهاردة أوامر السيد رئيس باستكمال بتمويل ومساهمة في تمويل الجزء المتبقي من هذه المدينة حتى تكتمل كل معالمها عشان تخدم مصر في هذا الموقع في قلب القاهرة. طب دي أنباء عظيمة. طب هل ده معناه دكتور أنه قريب هيتم افتتاح هذا المجمع الطبي أو بالأدق المدينة الطبية العالمية؟ أنا متوقع إن شاء الله. هي شغالة، عشان بس حاجة تبقى عارف، أيوه، يعني العمل شغال في المستشفيات بالتوازي يوميا. احنا بنتكلم على الاستكمال والتأهيل للحاجات الغير مؤهلة والمباني الجديدة، ونعتقد انها تنتهي ان شاء الله في النص الاولاني من عام 24. ما شاء الله. لكن الشغل شغال كويس جدا، والمستشفيات شغالة، والمرضى بيدخلوا بيتعالجوا بيعملوا عمليات حضرتك. صحيح. طب دكتور انا هستأذن حضرتك في سؤال جانبي بقى متعلق بالانباء اللي اصبحت بتنتشر حول المتحور الجديد والناس عايزة تطمن. شوف يا استاذ يوسف، هقول لك الموضوع ببساطة شديدة ووضوح شديد. أرجوك. احنا عندنا مجموعة من الفيروسات اسمها الفيروسات التي تؤدي الى التهابات الجهاز التنفسي الحاد الفيروسية نتيجة لهذه الفيروسات. أيوة. دي مجموعة ضخمة جدا من الفيروسات، اشهرهم في الماضي وما زال هو الانفلونزا. الانفلونزا منها انواع كثيرة جدا وعديدة، ثم جات الكورونا المستحدثة، والكورونا فيروس موجود أصلا. أيوه. ثم مجموعة أخرى عشرات من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ومنهم فيروس كورونا المستجد اللي هو عمل وباء كورونا. كل هذه الفيروسات بلا استثناء عندها ما يسمى الاستعداد
انها تتحور او تتغير. ليه؟ عشان بتقاوم المقاومه بتاع جسم الانسان. يعني هو الفيروس احنا عرفناه وفي مقاومه ليه وبيتعالج يوم يغير شكله او نوعه. احنا عندنا في هذا المجال حاجات مهمه جدا وقلناها قبل كده في كورونا قبل كده. الفيروس المتحور الجديد مدى انتشاره، شدة انتشاره، خصائصه ايه؟ يعني خصائص هذا المتحور الجديد وما ينتشر بسرعة، وبما انه جديد هينتشر بسرعة لان كل فيروسات الجهاز التنفسي معدية، فلما يجي واحد جديد ويصاب بيه واحد ويعطس هيصيب 4 5. نمرة 2، هل بيؤدي لتداعيات خطيرة ولا لا؟ ومضاعفات كثيرة ولا لا؟ ونسب الوفيات فيه قد ايه؟ هذه هي الدراسات العلمية التي تحدد ما قيمة هذا المتحور الجديد. هو ما زال الأوميكرون اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، أيوه، ما زال هو أكثر انتشارا وده متحور منه. وبعدين حتى المنظمة قالت إن هو يثير الانتباه. طبعا قديم في حاجة جديدة تبقى تثير الانتباه. الوضع عندنا الوبائي الحمد لله مستقر تماما، مفيش انتشار لأي نوع ولا النوع الجديد حتى الآن، مفيش زيادة في الوفيات ولا وفيات مباشرة من الكورونا، لكن في فيروسات تنفسية. والنهاردة مع موجة الحر الموجودة وانتقال الأشخاص من الحر قوي للبرد قوي تكييف أو العكس بيصيب بإما زكام أو إنفلونزا. طب نعمل إيه؟ خلينا يا جماعة نحتاط، اللي يجيله هذا الدور يعتكف يوم او يومين، ما يعديش الناس اللي حواليه، لان سيادتك بما انه اكثر انتشارا يبقى اللي هيجيله العدوى ممكن يعدي اولاده او احفاده او اخواته او المشاركين ليه في الحياه. ثانيا ما ناخدش الموضوع على انه انفلونزا وبس، لا، لو جالك الدور اقعد استريح وخد الادويه اللي وصف ليها الطبيب عشان تشفى تماما وما تعديش الاخرين. صحيح. عندنا قوة رقابة ومتابعة وترصد بشدة بحيث لو في أي تغير في الشكل العام لهذه الفيروسات التنفسية، وأكد لحضرتك هنبقى هنقول ونقول للناس إيه الموقف، لكن الحمد لله لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها الموقف الفيروس التنفسي عندنا مستقر تماما. ألف ألف شكر حضرتك يا دكتور، شكرا جدا على طمأنتنا جميعا كل الشعب المصري، وشكرا جدا على المداخلة، واحنا عارفين ان وقت حضرتك غالي. اشكرك جدا الدكتور محمد عوض تاج الدين، يعني كان معنا طبعا سيادة المستشار مستشار رئيس الشؤون للشؤون الصحية. اذا لا تنجر ورا شائعات، ما فيش داعي للخوف ولا للهلع ولا للهوسة بتاعت الحق المتحور الجديد، امسك يا جدع خلاص. يعني احنا كده فاهمين الدنيا ماشية ازاي. ادي واحد 2، أرجوكوا تكونوا ركزتوا في كلام دكتور محمد عوض تاج الدين فيما هو متعلق بالمدينة الطبية لمستشفيات جامعة عين شمس وتحولها إلى مدينة عالمية، لأنه في حاجتين مهمين. أول حاجة، يمكن 3 حاجات كمان، أول حاجة هي إنها مش مجرد بس كمان مجمعات طبية عملاقة، لا، ده احنا بنتكلم على مركز مهم للأبحاث الطبية. أدي كده 1. 2، أنا بتكلم على مكان لا زال يعمل وأنا بقوم بتجديده وتطويره وعمل منشآت جديدة بالتوازي. 3، وهو الموضوع شديد الأهمية، اللي هو لخدمة عموم المصريين، بل وإنه في صرح طبي من ضمن هذه الصروح داخل هذه المدينة الطبية، أكبر مستشفى طوارئ في مصر، وطبقا للي قاله الدكتور محمد عوض تاج الدين وربما في الشرق الأوسط بالكامل. والله ما حد ينفع يبقى قدنا. فاصل ونكمل الكلام. لا، هو بقى اللي بيحصل ده جديد. ايه اللي بيحصل جديد؟ انا اقول لك اللي انا اعرفه، يعني اللي انا عشته، يعني انه
والله يا جماعة احنا هنعمل مثلا خطة متعلقة بالمناهج بتاعت مثلا المرحلة الابتدائية، والوزارة بتعلن خطتها وبتشتغل عليها، وبعدين تبدأ تحدد مواعيد التنفيذ ومراحلها وخلاص وانتهينا. وده الوزارة بتعمل كده، ده اللي انا عشت فيه تقريبا 50 سنة من ساعة ما اتولدت، 48 ونص بالظبط. لكن انه الاقي الوزارة تقول لا، ده انا لازم اشارك الناس في الخطة بتاعتي لتطوير المناهج. طب هشارك الناس ازاي؟ يعني هعمل حوار مجتمعي اشارك بيه الناس في المناقشة وفي الافكار علشان اقدر اطلع الخطة الاستراتيجية بتاعتي بتاعت 24-29. والوزارة الحقيقة نقت المرحلة الاهم في التعليم الا وهي الابتدائية. انا بتكلم جد مش بهزر، هي المرحله الاهم، عشان بس تبقى فاهم انه في اوروبا، في الولايات المتحده الامريكيه، في اليابان، المرحله الاولى دي اللي هي بتاعت التعليم الابتدائي، احنا بنسميها عندنا الابتدائي، هي المرحله التي تلقى الاهتمام الاعلى في اي وزاره او هيئه او مؤسسه تعليم في اي دوله من الدول الكبيره. وتلاقي انه المدرس بتاع الابتدائي ده هو المدرس اللي بيتم التدقيق في قدرته وفي كفاءته وفي شهاداته وفي اساليبه، يتعمل له تقييم مستمر، يقول لك والله انا دي المرحله اللي الولد الصغير ولا البنت الصغيره دي بيكبر فيها ومخه بيبدا يتكون، فانا ما عنديش مرحله اهم من دي. حلو. وفي نفس الوقت هنشارك المجتمع جديد. خلوني هنا اخد معايا على التليفون صديقي وزميلي العزيز شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. ازيك يا شادي؟ اهلا بيك يا يوسف، تحياتي. عامل ايه؟ ايه احوالك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. ده شغل مختلف وجديد يا شادي، تحصل مشاركة مجتمعية على استراتيجية الوزارة لمناهج الابتدائي، لم نعتد ذلك زمان. الحقيقة يوسف يعني الخطوات اللي بتتم حاليا يعني هي خطوات غير مسبوقه يوسف. يعني احنا الوزاره او الدكتور رضا حجازي تحديدا حريص كل الحرص على يعني تحقيق الشفافيه والمواجهه الفعاله لكل التحديات المزمنه اللي بتواجه المنظومه التعليميه منذ سنين طويله. يمكن النهارده الحوار المجتمعي اللي تم اطلاقه اليوم شارك فيه عدد كبير من الفئات المختلفه، سواء اعضاء مجلس الشعب والشيوخ، طلاب، اولياء امور، مجلس الاباء والامناء، الخبراء محليين وخبراء دوليين. كان في مناقشات يعني مناقشات مثمره جدا يوسف عن كل التحديات اللي بتواجه المنظومه واللي يمكن اللي بيعاني منها الطلاب في مختلف المراحل، سواء بقى يعني فيما يتعلق بالتحديات اللي بتواجه التطوير في حد ذاته، فكره الوعي باهميه التطوير وانه خطه دوله وليس خطه وزاره، فكره التكامل ما بين وزاره التربيه والتعليم وغيرها من الوزارات لتحقيق الاهداف المطلوبه من تطوير المنظومه التعليميه. كمان يمكن طرح فكره الكثافه في الفصول والعجز في عدد المعلمين، كل ده تم طرحه على طاوله النقاش النهارده من خلال مجموعات عمل. يعني خليني اقول لك طرح بكل شفافيه وتم طرح عدد كبير من المقترحات من كافه الحضور للاخذ بيها في الحسبان ووضعها في صياغه محدده يتم الاستعانه بيها حين الإعلان بشكل كامل عن الاستراتيجية بإذن الله إن شاء الله في وقت لاحق. خليني أقول لك النهاردة كان يوم ثري جدا جدا جدا. يمكن الدكتور رضا حجازي تناول بالعرض في البداية وبداية اليوم الملامح الخطة الاستراتيجية اللي اشتغلت عليها الوزارة على مدار عامين كاملين واستعانة بخبراء دوليين. يمكن النهاردة كمان كان في تعاون مع منظمة يونيسيف والاستعانة بخبرائها في كيف التكامل في مواجهه التحديات اللي بتواجهها المنظومه التعليميه، وايه هي الخطوات الملموسه اللي يقدر يحس بيها ولي الامر والطالب. يعني خليني اقول لك ان النقطه دي يمكن اهم نقطه. دكتور رضا حجازي حريص على ان التطوير اللي بيتم يكون الطالب وولي الامر في مقدمه الاولويات. سواء من ناحيه الدراسه في حد ذاتها، استيعاب المناهج التعليميه،
سواء فيما يتعلق به حتى التواجد داخل الفصول، كيفيه تلقي الدرس من المعلمين، تدريب المعلمين ايضا على كيفيه اعطاء او شرح المناهج التعليميه بما يتواكب مع التطورات الرهيبه اللي بتحصل على مستوى العالم ودمج التكنولوجيا في مجال التعليم. احنا يمكن بنتكلم كتير على فكره دمج التكنولوجيا، وبنتكلم كتير على فكره الابتكار والابداع والتفكير الناقد وادراك المفاهيم الكبرى، ولكن يعني النهارده كان في مصارحه وشفافيه كبيره جدا حوالين ابرز النقاط او التحديات المطروحه حاليا داخل المنظومه لمعالجتها بشكل نهائي، معالجتها من الجذور والبدء بشكل حقيقي في تطوير كامل وشامل لمختلف انحاء المنظومه التعليميه. طب ده كلام محترم. طبعا اليوم طبعا يعني انتهى بجمع التوصيات من مجموعات العمل المختلفة أو ورش العمل اللي تم تفعيلها اليوم خلال الحوار المجتمعي، والدكتور رضا حجازي عرض في نهاية المؤتمر عدد من هذه التوصيات لوضعها في الخطة التنفيذية للاستراتيجية، والبدء في التفعيل فيها ان شاء الله باذن الله بعد التواصل بشكل كامل لكافه التصورات الخاصه بالخطه الاستراتيجيه. طبعا في عدد كبير من النقاط في هذه التوصيات، يعني ممكن لو الوقت يسمح ان انا استعرض لك حتى ابرزها. يا ريت قول لي حتى ابرزها بالظبط. طبعا يعني يمكن اهم نقطه فيها فكره تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، وده امر مهم جدا، ويمكن احنا خضنا تجربة ثرية جدا في هذه القصة تحديدا، التعاون مع القطاع الخاص في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التعليم الفني. صحيح. واللي حققت يعني نجاح كبير جدا وغيرت الصورة الذهنية عن التعليم الفني، لدرجة ان في بعض الطلاب اللي خارجين من الإعدادية ويسمح لهم بدخول الثانوية العامة فضلوا ان هم يدخلوا مدارس التكنولوجيا التطبيقية علشان يبقوا خارجين عندهم خبرات مختلفة يقدروا يستخدموها وتوفر لهم فرص عمل جيدة في السوق سواء داخل مصر أو خارج مصر. كمان يمكن من أبرز التوصيات كمان العمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس مختلف المراحل الدراسية، يمكن دي نقطة من ضمن النقاط اللي تم أخذها في الحسبان النهاردة والحديث عنها كثيرا، عشان خاطر فكرة التغلب على الكثافة في الفصول. دكتور رضا حجاز النهارده كان بيتكلم على ان بينضم لمنظومه التعليم سنويا ما لا يقل ما بين 700 ل 800 الف طالب، ده عدد كبير جدا، فلازم يواجبوا انشاء المزيد من الفصول، انشاء المزيد من المدارس، وجود عدد اكبر من المعلمين. ويمكن بالتوازي استاذ يوسف احنا طبعا عارف ان في اليه لانتقال المعلمين وتعيين المبادره الخاصه بتعيين 150 الف معلم على مدار 5 سنين. عندنا كمان يمكن من ضمن التوصيات اللي الدكتور رضا حجازي طرحها في ختام المؤتمر النهارده فكره انشاء نماذج لمباني مدرسيه صغيره منخفضه التكاليف، يعني فكره اللي هي المدارس الصغيره السمول سكولز اللي هي بتبقى داخل المنطقه او الحي عشان تستوعب الكثافات الموجوده داخل هذه المناطق. جزء الخاص برعايه الموهوبين والتوسع في دمج التلاميذ من ذوي الهمم بمدارس التعليم العام وخلق بيئه تنافسيه وتكافؤ الفرص بين الطلاب لتنميه قدراتهم، توفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربيه الخاصه والدمج، والتوسع في اعداد برامج تعليميه مخصصه لذوي الاعاقه، تدريب المعلمين زي ما شرحت لك من شويه على اعداد برامج وانشطه تربويه لتعويض الطلاب وتنميه قدراتهم ومعالجه جوانب الفقد لديهم، اعداد وثيقه قوميه لاكتشاف ورعايه الموهوبين من ذوي الاعاقه وغير ذوي الاعاقه، يمكن دي حاجه مهمه جدا. طبعا كمان اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونه عاليه تتوافق مع الكثافات المرتفعه بالفصول الدراسيه، ودي نقطه مهمه جدا، فكره المعالجه الخاصه بتقديم الدروس وشرحها داخل الفصول اللي فيها كثافات مرتفعه، حتى دي النقطه دي تحديدا الوزاره بتضعها في الحسبان وبتقدم فيها حلول مختلفة أو حلول غير تقليدية علشان تعالج فكرة استيعاب الطلاب داخل الفصول ذات الكثافة العالية للدروس اللي بيقدمها المعلمين. طب ده كويس جدا. طب هل يا شادي في أي بنود أو نقاط متعلقة بدعم مادي لبعض الطلبة غير القادرين، إعفائهم من مصاريف الكتب المدرسية إلى آخره؟ احنا لازلنا الحوار المجتمعي مستمر يوسف، وهيبقى فيه جلسات اخرى هيتم عقدها، هيبقى فيه استماع لمختلف الاراء من مختلف محافظات في مصر،
هيتم اضافه توصيات اخرى ونقاط اخرى جديده علشان يبقى في رؤيه شامله لكل التحديات اللي موجوده، وبناء عليها في النهايه هيتم وضع يعني شكل نهائي للخطه الاستراتيجيه يعلن عنها الدكتور رضا حجازي. يا مسهل الاحوال، انا بشكرك جدا 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 يا شادي، كما جرت العاده شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. طيب تعال بقى نروح لحاجه مهمه قوي، وانا مهم عندي ان انا افهمها قدر الاستطاعه. الجهاز المصري للملكيه الفكريه، الرئيس النهارده وقع قانون انشاء الجهاز المصري للملكيه الفكرية. وخد بالك انت بتتكلم على مطلب بقاله سنين طويلة، وعلى ما يبدو خلاص القانون تم توقيعه، هتطلع له مذكرة تنفيذية، هنبدأ الشغل فورا. اللواء الدكتور ناجح زكي مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية سابقا، اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ يوسف اهلا بحضرتك. ازاي صحتك حضرتك؟ سنه وحضرتك طيب، ربنا يبارك فيك يا رب، والف مليون سلام على حضرتك. ربنا يسلم حضرتك يا سياده اللواء. الواحد الظاهر عجز بقى ولا ايه بقى، هنعمل والله ايه؟ السن جري. انت عزيز على القلب ومثل مشرف للدوله. العفو يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. ربنا يا فندم، ده حضرتك اللي مشرفنا. سياده اللواء، مهم عندنا ان احنا نتكلم على مساله قانون لانشاء جهاز للملكيه الفكريه او حمايه الملكيه الفكريه، وده كان مطلب مهم جدا بقاله سنين، وكده كده زي ما احنا عارفين طبعا، وحضرتك كنت المسؤول عن ذلك، مدير الإدارة العامة للمصنفات والملكية الفكرية في الداخلية. ما هو هذا الجهاز يا دكتور؟ حضرتك هو الموضوع في بداية الأمر بدأ عام 2022. حلو. بصدور توجيه رئاسي من القيادة السياسية حفظه الله بتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع. وبالفعل يا أستاذ يوسف اتشكلت اللجنة من مجلس الوزراء وممثلي كافة الجهات الحكومية. حلو. وكان من أهم نتائجها إطلاق أول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، وده طبعا تعظيم كبير جدا لدور مصر الريادي الداعم دائما في البعد التنموي. وفي 22/6/23 مجلس النواب أقر هذا المشروع يا فندم، المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. وكان من أبرز أهدافه إن هو كان اتحط تحت الرقم 163 لسنة 23، إن الدولة اهتمت اهتمام بالغ الأهمية بهذه المنظومة، واعتبرتها من أحد الركائز الاقتصادية والثقافية التي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل. والكلام ده حضرتك كان حافز كبير جدا في زيادة الإنتاج التكنولوجي وتنمية الثقافة والفنون والبحث والتطور. وكانت المادة 69 من الدستور الحالي يا فندم عام 2014 الدولة التزمت فيها بحقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات، وفي سبيل ذلك أنشئ الجهاز دوت اختص برعاية الحقوق وحمايتها. وكان يا فندم دور الدولة بعد تطبيق أحكام القانون كان دورها كبير جدا في معالجة الإشكاليات اللي كانت موجودة، أو علشان الكلام ده علشان نلحق بالتطور العالمي وإيجاد الحلول القانونية والعملية ليها. شوف حضرتك احنا 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 بنوصل لفين وبننتقل من ايه لايه. صحيح. واحب ان انا حضرتك اقول كلمه كده يعني برضو، ان الهدف الاساسي في انشاء الجهاز المصري للملكيه الفكريه ان مصر تكون وجهه امام العالم كله، واحنا مصر دوله قويه ولنا وجود، وغصب عن اي حد باذن الله تعالى هيكون لنا وجود في جميع مجالاتنا. ده مما لا شك فيه. ونكون وجهه في العديد من التعاملات مع الدول والمنظمات والجهات الدوليه يا فندم. هايل. يعني دي القصه اللي بدات في حقوق الملكيه الفكريه، وكان توجيه من سيادته بان احنا نتطور ونعلى بنفسنا. وفي الفتره اللي انا كنت ماسك فيها حقوق الملكيه الفكريه حقيقي انتجنا فيها، وكان توجيهات سياده الوزير وسياده الرئيس ان ده موضوع مهم احنا بعاد عنه تماما. فالحمد لله رب العالمين ان احنا بدانا، وان الجهاز ده جهاز قوي وهيكون لنا وجود فعال
ما بين الدول المتقدمة بإذن الله تعالى يا فندم. طب ده 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 وصححني يا دكتور بعد إذن حضرتك، إنه الكلام ده معناه إن جهاز هيساعد على المزيد من الاستثمار في مسائل بقى التكنولوجيا، هيساعد على المزيد من البحث العلمي، هيساعد أكتر ويشجع في مسألة الإنتاج الفكري والفني بشكل عام وما إلى ذلك، فيبقى حتى الناس الأجانب أو إخواننا العرب اللي عاوز يجي ويقوم ببحث علمي هنا أو يسجل هنا أمر ما أو يعمل على استثمارات متعلقة بهذه النواحي يأتي وهو يعلم أنها بلد تستطيع حماية ملكيته الفكرية وتشجع هذا النوع من الاستثمار، صح ولا أنا غلطان؟ ده حقيقة جدا يا فندم. يعني زادة إنتاج التكنولوجيا دي حاجة مهمة جدا عندنا، وإحنا متقدمين فيها بفضل ربنا دلوقتي جدا، وتنقية الثقافة والفنون والبحث والتطور، الكلام ده كله مطلوب، وإحنا يعني بنقدم نفسنا وأرواحنا إن إحنا نتطور. يعني اللي يتحرك في اتجاه غير كده يبقى حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انا لسه سامع حضرتك في بدايه الحلقه بتتكلم على الاشكال اللي بدات تظهر بشكل مش كويس، لازم نقف قدامهم بقوه، وده كلام مظبوط والدوله مش ساكته. احنا يا فندم بلدنا هنحميها غصب عن اي حد في جميع مجالاتها. اه والله لو على رقبتنا، يا نهار ابيض والله لو على. وبعدين حصلت قبل كده يعني بس احنا وربنا نصرنا يعني. عايزين الناس يا استاذ يوسف تقوم، عايزين الناس تبقى قويه. واخد بال حضرتك، مصر ناسها كويسه جدا، بس يا عيني ما بيحبوش يظهروا الا في وقت الشده، احنا عايزين طول الوقت بتاعنا يكون وقت شديد ولينا وجود. ايوه ما يريحش. انا اشكرك جدا سياده اللواء، نورتني وشرفتني واسعدتني الى ابعد الحدود، كل الشكر سياده اللواء الدكتور ناجح ذكي، مدير مساعد وزير الداخليه ومدير الاداره العامه للمصنفات وحمايه الملكيه الفكريه سابقا. بصوا يا جماعه، لو احنا بنتكلم على سبيل المثال صناعات متعلقه بالبحث العلمي، يعني على سبيل صناعه الدواء، عشان اقدر اعمل صناعه دواء جزء من النقاط شديده الاهميه ان انا يكون في عندي جهاز لحمايه الملكيه الفكريه، لانه صاحب البحث العلمي يحتاج الى هذه الحمايه وهذه المظله. ده على سبيل المثال. نفس القصه اللي قالها دكتور ناجح، احنا واحنا بنتكلم على صناعات تكنولوجيه انا محتاج مثل هذا الجهاز، انا عشان اقدر ان انا ابقى كمان امن على الانتاج الفكري اللي ممكن يبقى بيتعمل عندي، يطلع بقى هذا الابداع والانتاج هو موسيقى هو فنون هو اداب هو الخ الخ الخ، علشان يبقى موجود هنا والناس تيجي لحد عندك، تيجي لحد عندك، او لاجل الصدفه وجدت هذه الامور حتى تسجل وتحمى الى اخره، انت كنت محتاج هذا القانون ده من ناحيه، من ناحيه تانية محتاج الجهاز الضامن لذلك. السؤال، انت شايف البلد بتتحرك ازاي ولا لا؟ طيب انا المفروض اطلع فاصل، بس عايز اخدك واحده واحده كده، قول لي ايه الحاجه اللي انت عاوز تتناقش فيها وانا اتيلك يا باشا، انا تحت امرك، قول لي عاوز تتكلم على ايه. زي ما كنا بنتكلم حماية ملكية فكرية، أهلا وسهلا موجود. مدن طبية عالمية قاعدين بنشتغل فيها وتلات أرباعنا ما كانش حاسس، موجود. لسه بنتكلم اهو على اللي بيجرى في جامعة عين شمس ومستشفياتها العريقة. عاوز تتكلم على اللي أنا كلمتك فيه عشرات المرات المتعلق بمسألة الرقعة الزراعية وتحسين جودة المنتج الزراعي، مش بس زيادته، لا ده زيادته وتحسين جودته، واتكلمنا يمكن عن القمح كتير جدا في حلقات سابقة، وبمناسبة ومن غير مناسبة، لأنه دايما ليها مناسبة، القمح ده يعني لقمتنا يعني، صح كده؟ طيب عاوز تتكلم على المجمعات الصناعية، تعال نشوف كده ونعد المجمعات الصناعية الجديدة اللي تم إنشائها في مصر. عاوز تتكلم على مجمعات إسالة الغاز، أهلا وسهلا. عايز تتكلم على إيه؟ عاوز تتكلم على قوانين التعدين والتحجير وما إلى ذلك والثروة المعدنية، اتكلمنا قبل كده ونتكلم تاني، أهلا وسهلا. بدليل إن أنا بدأت تجيلي شركات عالمية جاية من أوروبا وأمريكا عشان تستثمر في هذا الفرع أو هذا القطاع الاقتصادي شديد الأهمية. ده مثلا. عاوز تتكلم على السياحة، أقدر أقولك أنه ما شاء الله تاتشود مليون مرة مصر حققت رقم في السياحة ما تحققش تقريبا من 2008، مش من 2011، من 2008. أنت بتتكلم في 14-15 مليون سائح، الرقم عدد السياح. أنا مش بس بقولك على الفلوس، لأن أنا عارف أول ما أقولك الفلوس تقول لي إيه، ما هو يمكن التكلفة زادت. لا لا لا، تعال نتكلم على عدد السياح. ده مثلا لو أنت عاوز تتكلم على قطاع السياحة. عاوز تتكلم على الايه؟ عاوز تتكلم عن الامن؟
تعال نتكلم على الأمن في مصر 11 و12 و13 ايوه و14 كمان، وشوف التطور اللي بدأ يحصل ليك انت كمواطن مصري، انت تحديدا وانت نازل من بيتكم يوم الجمعة في 2014. هو احنا نسينا معسكر رابعة ولا ايه؟ هو النهاردة كام؟ 13 يا راجل، ده مدينة نصر كانت مقفولة بمعسكر من الإرهابيين والقتلة، نهضة مصر كان مقفول في الدقي والجيزة إرهابيين وقتلة، احنا نسينا؟ نسينا يوم الجمعة اللي كان متحرج علينا ننزل من البيوت بسبب المظاهرات المسلحة اللي في الشوارع؟ ده على سبيل المثال. طب ما تيجي أكلمك على اللي كان بيحصل في سينا 10 سنين تقريبا واللي أصبحنا وصلنا له. يبقى في عندي جهد جهدين، الأهالينا اللي في سينا زائد القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية ومحاربتهم للإرهاب ثم تضافرهم معا لأجل الدفع بعجلة التنمية في سينا على كل مستوياتها، مزارع، مصانع، بيوت، مدارس، جامعات، سياحة، أوتيلات، اللي انت عايزه. عايز تسأل على ايه؟ أجيبها لك مش كلام، لا ده أنا أجيب لك فيديوهات مش صور، لا ده ننزل أصور بنفسي، بنفسي دي مش ترفعا تعاليا اطلاقا، انزل لك يا باشا ونصور ونعرض قدام حضرتك وتشوف اللي بيجرى. زي ما كانوا بيشككوا في الدلتا الجديده، واحنا مش نزلنا الدلتا الجديده، الموسم بتاع القمح اللي احنا فيه ده لا هو بيخلص يعني سنه 22 مش رحنا صورنا هناك؟ ده على سبيل وتشكى على سبيل المثال، وهكذا يعني. كل ما تم التشكيك فيه ثبت بالدليل القاطع الكامل 100% انه حقيقي وعلى ارض الواقع. ده اللي مصر عملته من 2014. كل سنه وانت طيب، اطلع بالفاصل. من أهم هذه النماذج التي تهتم بها وزارة الشباب هي فكرة محاكاة مجلس الشيوخ. هذا النموذج سيتخرج منه شباب قادر وواعي ويعلم جيدا حجم الإنجاز الذي يتم على أرض مصر، ويكون مشاركا فيه ولديه خطط مستقبلية نستمع له يقول رأيه صراحة، يكون لديه قدرة على تبادل الحوار والتفاعل مع الآخرين والعمل الجماعي. نموذج بيدي يعني دفعة قوية للشباب في ممارسة الحياة السياسية في غرفتيها البرلمانية، سواء محاكاة مجلس النواب أو محاكاة مجلس الشيوخ اللي احنا فيه دلوقتي، وبإذن الله نكون يعني نواة تستفيد منها الحياة السياسية في مصر ويستفيد منها الشباب في الفئة العمرية المحددة لهذا النموذج. وزارة الشباب نزلت استمارة على الموقع الرسمي ليها واشتركنا فيها، تقدم ليها حوالي 30,000 شاب، وقمنا بإعداد الانتخابات الإلكترونية، وكانت 100 على فردي و100 قائمة و100 بتعيين من معالي الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وكان نصيبي الحمد لله من المقاعد الفردية بالفوز بالمقعد الفردي السادس للقائمة. النموذج هو في البداية وتدريبي وتثقيفي ويحاكي الغرفة الثانية لمجلس الشيوخ. الهدف منه اللي احنا جايين فيه نواحي اقتصادية ونواحي سياسية ونواحي يعني تمكين للشباب. احنا جايين النهاردة عشان نقدم اطروحات واوراق عمل اتطلبت مننا من وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي. الاوراق عمل دي جاهزة للتطبيق والتنفيذ خلال المرحلة اللي جاية. احنا 300 عضو في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، لازم داخلنا طاقات ايجابيه، لازم نستغل الطاقات الايجابيه دي. ده الدور اللي انا يعني نفسي وزاره الشباب تقوم بيه، استغلال الطاقه الايجابيه اللي داخل الاشخاص اللي موجودين في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، استغلالهم في المؤتمرات والتنظيمات. هدف في التواجد في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ هو يعني كيفية مشاركة الشباب في الحياة السياسية،
بشكل أكثر فعالية وأكثر أنك تبقى لامس أرض الواقع شوية داخل في القوانين داخل في اللوائح، بتستفاد بشكل أكتر علشان تقدر تفيد بعد كده نفسك وتفيد المجتمع. لو دخلت في الحياة السياسية تبقى مؤهل لذلك، ودي طبعا فرصة من القيادة السياسية كبيرة جدا لتأهيل الشباب للعمل السياسي واندراجهم تحت نموذج هذا المحاكاة. تجربة نموذج محاكاة مجلس الشيوخ دي تجربة سريعة جدا واستوعبت كل الطاقات الإيجابية والطاقات الشابة في هذا البلد الكريم. هذه التجربة سريعة مرت بنزاهة شديدة، خاصة أنها انتخابات إلكترونية دون تدخل بشري من أحد، دون أي تدخل في العملية الانتخابية، بالتالي فهي أثمرت على نتائج فعلية وحقيقية. نحن نشكر دائما القيادة السياسية على تولية اهتمامها في الفترة الأخيرة في العملية التنموية وإدراك حق الشباب في المشاركة السياسية، هذه لم نلقاها إلا في عصر تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في قيادتها متمثلة في السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. أنا بشكر نموذج ومقالي الوليد على إتاحة فرصة لعدد كبير من ذوي الهمم لوجودهم من نموذج، وده يأتي في إدارة الدعم الرئيسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ازيكوا عاملين ايه؟ كله تمام؟ من منا يملك انه لا يقرأ ولا يحب بل ويذوب في الشاعر العظيم صلاح عبد الصبور؟ تعرف انه صلاح عبد الصبور واحد من اهم 100 شاعر على مستوى العالم؟ مش عارف تعرف ده ولا لا يعني، بس اتمنى انك انت تعرف ده. بقى انا هزيدك من الشعر بيت. انا واحد من الناس يعني باعتباري من المحبين المعجبين لدرجة الولا، انا عندي الاعمال الكاملة بتاع صلاح عبد الصبور في صدر المكتبة، مجلد احمر مكتوب عليه بالذهبي في وسط مربع اسود الأعمال الكاملة صلاح عبد الصبور. خليني أخد معايا على التليفون الفنانة الرائعة معتزة صلاح عبد الصبور. إزيك يا معتزة؟ هلو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، عاملة إيه؟ سامعني؟ عشان أنا محتاجة أسمع صوتك أعلى بس شوية. أنا أحاول أعلي صوتي قدر الإمكان ولو لدرجة الهتاف. وسمعت المقدمة الرائعة الجميلة اللي حضرتك قلت. حظي حلو، حظي حلو جدا. اولا زي ما احنا بنتكلم، احنا النهارده بنتكلم على 42 سنه من سنه 81 81 ورحيل الشاعر العظيم. فجر 14 اغسطس سنه 81. يمكن في الحالات اللي زي كده الناس بتقعد تتكلم على الشاعر، تتكلم على الأديب، تتكلم على الكاتب أو إذا كان العالم وما إلى ذلك، وأنا في رأيي أنه صلاح عبد الصبور مع حفظ اللقب بالتأكيد والتقدير وده الأهم لا يحتاج مننا للكلام للتعريف به، لكن هاخدك في حتة تبدو بعيدة شوية حول ملابسات وفاة الأستاذ صلاح عبد الصبور سنة 1900. كنت صغيرة قوي الحقيقة، ومعليش أنا يعني بالرغم من أنا دلوقتي مدركة الملابسات وعارفة تفاصيلها. أيوة. يعني أنا وقتها كنت طفلة صغيرة جدا، بالرغم أن أنا مدركة دلوقتي الملابسات وعارفاها، بس أنا ما بحبش أتكلم فيها خالص. وهو يا حبيبي بابا كان عنده، وده اللي عارفينه يعرفوه عنه كويس، بابا كان عنده قدر من الشفافية والتسامح وحاجة كده رائعة. ما كانش هيحب ان تذكر او انه كل ما تيجي ليلة وفاته او ذكرى ليلة وفاته ان احنا نذكر شيء مؤلم، سواء كان مؤلم لأسرته أو للمصريين بشكل عام، لأن هو كون وجدان أجيال وأجيال. صحيح. وأجيال، ومؤلم جدا لأصدقائه بما فيهم أصدقائه اللي كانوا حاضرين الليلة دي. فأنا الحقيقة لأني عارفة روح بابا كويس قوي ولأن عندي شيء من الروح دي، دايما بحب ان احنا نبعد، وسامحني في ده يعني. بالعكس، مقدر جدا. بحب ان احنا نبعد ان احنا نبعد عن حاجة
الكلام فيها غير مجدي ومش لطيف، ومش هقولك بيصغر قيمة بابا، بس صلاح عبد الصبور هو الشاعر العربي الوحيد الوحيد المذكور في موسوعة أكسفورد للألفية، وموسوعة أكسفورد للألفية دي حاجة موسوعة كبيرة جدا عملتها جامعة أكسفورد، واللي عملوا المادة بتاعة الموسوعة دي سنة 2000 هم كل العلماء والخبراء في العالم في كافة المجالات. فصلاح عبد الصبور هو الشاعر العربي الوحيد المذكور في موسوعة أكسفورد من ضمن أهم 100 شاعر للبشرية منذ بداية تاريخها المكتوب. ده نصا صحيح، 100 شاعر في البشرية بشكل عام. أيوة. منذ بداية تاريخها المكتوب. فإنه يبقى ده تقييم العالم ليه، وده تقييم البشرية لي، وده صح. تقييم أي حد بيقراه بلغة مترجمة، إنه إحنا هو ده اللي مهم إن إحنا نتكلم فيه يا فندم، مش بس فيما يخص صلاح عبد الصبور، فيما يخص صلاح عبد الصبور، فيما يخص يوسف إدريس، فيما يخص نجيب محفوظ، فيما يخص يحيى الطاهر عبد الله. إحنا عندنا إرث ثقافي ضخم علينا ان احنا نفخر بيه جدا، ونقدمه بقوه للعالم، نقدمه بقوه للعالم، لانه العالم عارف اهميتنا. انا كان في استاذ صديق ليا، واعذرني لو انا بتكلم كتير، بس دي حاجات مهمه انها تتقال. صديق ادب عربي في جامعه بيركلي في كاليفورنيا، وهي من اهم الجامعات طبعا. في العالم جامعه بيركلي، قال لي انتوا عندكم في العالم العربي صلاح عبد الصبور وسعد الله والنوس في المسرح، دول لو ترجموا ترجمه حقيقيه دول يحطوا اسماء غربيه كتير في مكانهم الحقيقي، ويصعد عليهم صلاح عبد الصبور وسعد الله والنوس. ده اللي مهم ان احنا نتكلم فيه بقى. طيب يعني انا هستأذنك اولا في انه مقدر جدا، وده حقك، وانا اؤكد على هذا الحق، تتكلمي فيما تشائي وترفضي الحديث فيما تشائي، ده حقك 100%، ولا احد يزايد على ذلك. اختلافي الوحيد في حاجه واحده بس، المساله ما فيهاش تصغير من القيمه، بل هي بالعكس خالص. لكن سمعاني كده فبقول لك طبعا انت حقك 100% انك تقولي اتكلم في ايه وما اتكلمش في ايه، وانا معاكي 100%، وعمري ما هحاول اتطرق لموضوع مش عاوزه تتكلمي فيه، وان كان ما بين قوسين. انا فاهم انت بتقصدي ايه، ولكن انا عارف ولو جزء من التفاصيل بتخلي انه قيمه صلاح عبد الصبور عندي بتزيد وبتكبر اكتر ما هي كبيره طول الوقت. طبعا يعني. طبعا طبعا، لانه هو يا حبيبي كان بيصمت امام، هو صح. كان اكثر شفافيه ورقه وعنده رؤيه، فبيصمت امام الزيادات. والراجل كان أيوة. لانه بني ادم حقيقي انسانيا، حاجه في غايه في الرقي، فقلبه لم يحتمل، لانه صحيح. شخص بريء يعني، عشان حصلت مزايده رخيصه عليه. أنا مش اقصد بالبراءه، انا اقصد ان العبقريه مرتبطه بالبراءه، زي موتسارت وسالياري. وبالمناسبة أنا مبسوط خالص عشان وانتي بتذكري، فقلت يوسف إدريس ونجيب محفوظ ويحيى الطاهر عبد الله، لأنه يحيى الطاهر عبد الله واحد من أهم القيم الأدبية اللي مش واخدة حقها كما ينبغي في المشهد الثقافي. يعني يا فندم أنا خريج الجامعة الأمريكية أدب إنجليزي ومقارن، وماجستير أدب إنجليزي ومقارن، فلما بتكلم على الناس دي أنا بتكلم كمان بصفتي حد متخصص، مش فقط بن صلاح عبد الصبور. صحيح. فلما يبقى واحد زي جابرييل جارسيا ماركيز، مع كامل احترامي المبدع أمريكا اللاتينية العظيم، يبقى ليه كل الصيت دوت، ويحيى الطاهر عبد الله الذي لا يقل عنه موهبة، سواء هو أو العظيم الجبار يوسف إدريس، يعني احنا مهملين في حق نفسنا،
انت تستاهلي مليون سقفة. وانا بتكلم عن بابا بحب اتكلم عن كل الجيل العظيم ده، لانه ده كان مشروع ثقافي ضخم، الجيل ده كان مشروع ثقافي ضخم جدا جدا. يعني تستاهلي تصفيق حاد بصراحه على الجملتين اللي قلتيهم دلوقتي حالا دول بامانه، يعني من قلبي والله العظيم. طب يمكن اخيرا وليس اخيرا، انا مش عاوز اطول عليكي الا انه الا انه عايز اسالك على الجمال في شخصيه صلاح عبد الصبور كما تراها معتزه وكما يجب ان يراها الناس، مش بس بيقروا انتاجه الفكري والشعري. بص، هو يعني عشان لانه احيانا بيبقى فيه تناقض او بيبقى فيه ديسكريبنسي كده او فرق ما بين شخصيه الاديب وما بين انتاجه الادبي او انتاجه الشعري. الحقيقه اللي عايز يعرف صلاح عبد الصبور، صلاح عبد الصبور هو انتاجه الادبي والشعري بنفس قدر الشفافيه والمثاليه والعبقريه والبصيره الرهيبه. ده يعني حاجه تخوف. فهو نفس الشخص ده، هو كان شخص هادئ جدا، متسامح جدا، متساني جدا، يعني حاجه والناس ما بتصدقش، بيفتكروا مثلا انه انا بقول كده عشان انا بنته فانا هقول كده عشان ده ابويا، بس لا، يسأل في دوت كل اللي عرفوه. انا لحد النهارده ناس بتوقفني كبار دلوقتي يقولوا لي على فكره انت باباكي هو اول واحد اهتم بينا، هو الوحيد اللي نشر لنا، ما فيش قصه سمعتها عن ابويا انسانيا مش حاجه مدهشه. ودايما لما حد بيحب يقول لي انا عايزه ابتدي صلاح عبد الصبور اقراه ايه، فانا دايما يعني ده وجهه نظري انا الشخصيه. أيوة. انه يبتدي بكتاب حياتي في الشعر، وهو كتاب نثري كتبه وهو في منتصف رحلته، ولكن الكتاب فيه قدر من الحميمية والظرف وبيتكلم عن علاقته بكل حاجة، عن علاقته بربنا وعن علاقته بالشعر وعن علاقته بجيله وعن علاقته بالسياسة وعن علاقته بالمرأة، ومكتوب بشكل جميل وهو بابا كان واضح في طريقة كلامه، وأنا حس ده عنه لأنه حالة من الشفافية لطيفة جدا. فأنا بحب دايما أقول للناس يعني عايزين تعرفوا بابا حياتي في الشعر، لأنه لما أنا بقرأ حياتي في الشعر بيبقى كأن بابا قاعد بيكلمني. الله، أنا رغاية قوي عن أبويا، معلش خالص، بالعكس أنا مبسوط جدا 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 بالمكالمة دي، وكنت عايز أكلمك من زمان أصلا كمان. أنا بشكرك جدا. أنا أتشرف بأي وقت تتكلم. لا ده أنا اللي أتشرف صدقيني والله. أنا بشكرك جدا 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 على المكالمة، وأشكرك جدا على الجانب ده اللي قلتيه، يعني حياتي في الشعر، اللي عاوز يعرف صلاح عبد الصبور أو يبدأ فليبدأ بهذا الكتاب. كل الشكر معتزة صلاح عبد الصبور، ابنة واحد من أهم وأكبر شعراء العالم. وكما ذكرت معتزة الحقيقة، وإن ده حقيقي طبعا 100%، وحضرتك تقدر تراجع ورانا كلنا، صلاح عبد الصبور هو العربي الوحيد المذكور في موسوعة أكسفورد كواحد من أفضل 100 شاعر في العالم منذ أن قررت البشرية أن تكتب وتدون بالأساس. الله يرحمه. طيب تعالوا، وبالمناسبة خلوني مرة نقعد نتكلم حبة على يحيى طاهر عبد الله الله يرحمه، لأنه فعلا ده واحد من أهم وأبدع عبقرة القصة القصيرة في الأدب العربي حقيقي. يعني مذهل يحيى طاهر عبد الله، يعني مذهل وعظيم ورائع وجميل، ومات بدري قوي الله يرحمه. تعالوا نروح للقاء عملته الزميلة العزيزة هدير أبو زيد. هدير الحقيقة عمالة بتتحفنا كل شوية مع فرقة مسار إجباري على هامش مهرجان العالمين الجديدة، وثم هنطلع فاصل، بس أكيد إن شاء الله هنرجع نكمل الكلام، استنونا. لسه
مكملين مع حضراتكم ومهرجان العالمين في نسخته الاولى وموجودين معاكم دايما من الحفلات الغنائيه اللي مكسره الدنيا والناس بتستناها. والنهارده احنا موجود معانا واحده من اهم الفرق الموسيقيه في مصر والوطن العربي. الحقيقه ان هم دماغهم مختلفه وحلوه، لونهم الموسيقي خاص بيهم جدا جدا، اغانيهم مكسره الدنيا من اول رايتك معايا وحاوي وصباحك وكل الاغاني التراثيه كمان اللي غنوها لسيد درويش وكسرت الدنيا. رحبوا معايا بالفرقه الموسيقيه مسار اجباري، اهلا بيكم منورين. اهلا بيكم. يعني عايز اعرف انطباعاتكم بدايه كده عن العالمين اول ما وصلتوا، شايفين ايه اللي اختلف في المدينه، وانطباعاتكم كمان عن مهرجان العالمين في نسخته الاولى، وازاي ممكن المهرجانات الغنائيه دي تخدم وجهات سياحيه جديده زي العالمين. هو انا كنت جيت العالمين السنه اللي فاتت، كانت يعني مش هقول لك ربع ده، كانت يمكن 1/10 من ده. دلوقتي بقت مدينه قائمه طبعا بحرها الفظيع يعني. فاحنا لا انا منبهر يعني بالعمار اللي حاصل، واتمنى الناس انها تكمل ده وتحافظ عليه يعني كويس يعني. هاني انت طبعا هاني الدقاق المغني الخاص بمسار اجباري، يعني عايزه كمان اعرف قيمة الحفلة بالنسبة لكم النهاردة ايه، وانا متأكدة ان انتوا على مر السنين اللي فاتت احنا بنتكلم في 19 سنة تقريبا كنتوا حريصين ان انتوا توصلوا للناس، حتى في كورونا كنتوا بتعملوا حفلات. احكي لي كده عن الاجواء النهاردة، وانا مبسوطة ان انا معاكم باكستيج وبتحضروا في كواليس الحفل. بس فكرة ان احنا بنلعب حفلة في الساحل الشمالي دي بتفكرنا بأيام العجمي زمان لما كان عمرو دياب. انتوا اصلا خماسي اسكندراني يعني. احنا اسكندرانية، فكان ده بيفكرنا جدا بعمرو دياب لما كان بيجي يلعب في العجمي. وسعداء ان ستيج لذيذ زي ده وان ناس تبقى موجودة وتسمعنا هنا في الساحل الشمالي وفي مكان سياحي ولذيذ. لا مبسوطين جدا يعني، اتمنى الحفلة تطلع حلوة ان شاء الله. والحفلة اعتقد يعني يمكن سولد اوت، الناس كلها بتتكلم على الموضوع ده. صيام عايز اعرف رايك. احنا تعرف الناس بنفسك. انا صيام ودورك في الفرقة. انا محمود صيام الجيتارست بتاع مسار اجباري. احنا الخبر بتاع سولد اوت ده بسطنا جدا جدا بصراحة. وبصي حفلة الحفلة كمان يعني اي حفلة بتحضر لها كويس على السكيل ده وعلى الحجم ده زي ما انت شايف الستيج والمساحة كده كده بنبقى اكسايتد. حفلة في الساحل الشمالي انا معاني جدا عشان انا دفعته عجماوي قديم كنا بنقولها كده يعني. طبعا احنا خمسه اسكندرانيه، فحفله في الساحل دي بالنسبه لنا كانها حفله في اسكندريه يعني. فكده كده ليها طعم، ولما بنيجي نشوف تحضيرات وحاجه بالمنظر ده يعني بنبقى متحمسين اكتر. فان شاء الله حفله حلوه والناس كلها تتبسط باذن الله. ان شاء الله منتظرين طبعا. ايمن عايز اعرف استعداداتك للحفله، وفاكر اول مره طلعتوا فيها على المسرح من كام سنه ودلوقتي الاختلاف، واحساسكم كل مره بيبقى عامل ازاي؟ طبعا فاكر اول مره طلعنا من كان 2004 تقريبا. اول مره نطلع مع بعض، قبل كده كنا بنعمل حاجات مختلفه، كانت لسه متهيألي ما بقاش اسمها مسار اجباري في 2004. بالظبط. يمكن ابتدينا في 2004 مسار اجباري، كانت حفله كبيره، وبعدها بقى ابتدينا السلم من اوله بقى لحد ما وصلنا لحد هنا. الموضوع بالنسبه لنا طبعا مبهر جدا، مكان زي ده في مدينه سياحيه زي هنا. احنا يمكن من شهر كنا في مهرجان حمامات في تونس. حابين قوي فكره ان مهرجان في مكان سياحي معمول للناس عشان تيجي تنبسط، فمبسوطين بقى موجود في مصر، ده يمكن ما كانش موجود قبل كده خالص. انتوا ليكم مهرجانات في الوطن العربي وكمان في فرنسا وفي دول كتير بره مصر، ودايما حريصين على المشاركه في كل المهرجانات. مع الناس اسكندرانيه، فاحنا من زمان كان عندنا فكره العلاقات مع الثقافات الثانيه ان احنا نجرب حاجات وكده، فمن زمان واحنا بنركز في ان احنا نلف بالمزيكا بتاعتنا. طيب حافظ عايز اسمع يعني احساسك النهارده بالحفله واستعداداتك للحفله. هو فعلا لما ابتدينا ما كانش فيه حفلات بالضخامه دي، احنا كنا زمان بنشوف مثلا فيديوز لفرق كبيره زي بينك فلويد او يعني فرق ناس تانية. كتير بتشبهكم ببينك فلويد. انتوا متاثرين بيهم؟ كلنا من الفرق اللي احنا كلنا مجمعين عليها يعني. فكنا بنشوف حفلات بالضخامه ديت بالاستعدادات دي بعدد الجمهور الكبير. تدريجيا الموضوع ده بقى يحصل. هو الموضوع بس مش موسيقى بس، كمان الموضوع ليه علاقه بالناس بتوع الصوت وبتوع الاضاءه بتوع بنا الستيج بتوع الفنيين وبتوع التصوير. موضوع يعني صناعه خلايا نحل بصراحه بتشتغل في مهرجان العالمين يعني. بالزبط. وبنشوف ده في الانتاج المبهر للحفله بالنهايه. جايز احنا اللي بنبقى او احنا عموما اللي بيأدوا بيبقى هم دول اللي في الصوره، انا بس ورا كده بيبقى فيه ناس كتير شغالة، وكل الموضوع نفسه اتطور بشكل كبير على مدار سنين وشاهدناه وهو بيتطور، ومبسوطين ان في حفلات بالحجم ده يعني. توسي عايز اعرف منك بداية الحلم بتاع مسار اجباري كان عامل ازاي، وانتوا كنتوا كل واحد فيكم بيشتغل ايه اصلا يعني، هو موضوع الموسيقى ده جه ازاي؟ انا كنت مشتغل حاجات تانية. هاني كمهندس معماري
ده عملتها ازاي دي؟ اقنعت الاهل ازاي؟ بالعافيه والله. صيام كان راجل دكتور في الجامعه بيعذب الطلبه بتاعته ما شاء الله. جيب لهم امتحانات صعبه وكده. ايوه كان شغال في البترول. وحافظ كان مدير. هو كله كان وانتوا سبتوا كل حاجه وبقيتوا معانا احنا فول تايم مسالك كده خلاص. وانا كنت ضابط لفتره من حياتي طويله. تمام يا فندم. هو كان سيبك للاخر وقال لي يعرف الناس كلها وسايبها لك في الاخر. فطبعا هو كان حلم كمان ان احنا يبقى عندنا بتالي كلنا يعني واحنا صغيرين كان عندنا حلم بتاع الستيج اللي شبه كده الكبير بالاضاءه دي بالتاورز دي بكل الامكانيات الكبيره اللي موجوده هنا بالشمس دي بالحر بالشمس ده. احنا الجو عندنا ما بقاش ليه مثيل وبقى حلو كمان. الجو النهارده لطيف بصراحه. الجو الاسبوع ده حلو درجه الحراره انخفضت شويه خصوصا مع اللي بيحصل في العالم. ارحم لا ارحم الاسبوع اللي فات. ارحم الاسبوع اللي فات الحمد لله. فهو كان الحلم ان احنا نبقى واقفين على يعني بالسيت اب ده وبالامكانيات دي وبالاضاءه دي وبالصوت ده. فالحمد لله ان هو اتحقق يعني اتحقق من بدري شويه بس برضو الامكانيات كل شويه يعني الاستيجات كمان في مصر كل شويه بتتطور والاجهزه والعده بتتطور وكمان اللي الناس اللي بتبروديوس حاجات زي دي الجهات اللي داخله في البرودكشن بتاعت حاجات زي دي بقت بتحاول تعمل حاجه كويسه. انتوا بتفضلوا ان انتوا تشتغلوا على البوم مره واحده وتنزلوه ولا دلوقتي السوق الموسيقي بقى رايح للاغاني السنجل كل شويه اغنيه تنزل كمان الاغاني الايقاعيه الناس بقت حتى المطربين اللي ما كانوش بيغنوا اللون ده من الاغاني بقوا بيغنوه تختاروا ازاي الاغاني اللي المفروض تنزلوا بيها؟ بص في اوقات بتبقى فتره معينه من الزمن بيطلع فيها 3 4 اغاني او مجموعه اغاني دي ساعتها بنسميها البوم واوقات كتير قوي بيجي لك الهام تعملي اغنيه معينه وبيبقى مشروع كامل على بعضه بتنزليها سنجل فاحنا بنحب الاثنين الحقيقه بنحب نعمل حاجات سينجل وبنعمل فكره الالبوم اوقات بنبقى بنفضل فكره الالبوم اللي كله مرتبط ببعضه والاغاني كلها بتطلعك لحته واحده يبقى فلسفي شويه كده بنفضل اوقات الموضوع ده بس اللي جاي غالبا هنعمله بالشكل ده ان هو البوم مرتبط ببعضه. الاغاني التراثيه وانتوا لما غنيتوا انا هويت لسيد درويش كسرت الدنيا اختيار اللون ده من الاغاني ان انتوا تقدموه بطريقه الروك والجاز والموسيقى المختلفه بتحيي التراث بالنسبه للاجيال اللي ما بيسمعش سيد درويش هيسمعه من مسار اجباري ازاي بتجيلكوا الافكار دي وعندكوا استعداد ان انتوا تفضلوا مكملين في الشكل ده؟ طبعا عايزين نكمل في الشكل ده اولا هو السيد درويش ده لوحده موضوع كبير قوي فاغانيه عايشه هو الراجل اغانيه عايشه احنا يمكن كل اللي احنا عملناه ان احنا غنيناها بالطريقه اللي احنا سمعناها في المزيكا فعمل الميكس سواء الناس حبيته او الناس ما حبيتوش بس قصدي ميكس معين مختلف يعني سيد درويش احنا لو لعبنا كل اغانيه هتبقى مناسبه للعصر ده الناس هتتبسط بيها جدا سواء كلحن سواء ككلمات فلا احنا لسه في كتير سيد درويش ان شاء الله هنعمله يعني انا عايزه حاجه اكسكلوسيف في اللي جاي ايه الجديد والنهارده محضرين ايه في الحفل النهارده هنلعب لهم الالبوم الجديد اللي هو يعني في اغنيه تقريبا ما اتلعبتش قبل كده خالص غير دي هتبقى اول حفله فيها تتلعب هتبقى إن شاء مفاجاه الله. الحفل النهارده ان شاء الله و... اسمها ايه طب الاغنيه اسمها بس اسمها سحر بس لا محضرين شويه اغاني لذيذه اسكندرانيه صعبين وهنلعب شويه اغاني مش عارف اخد منهم الاجابات هنلعب شويه اغاني من القديم عشان تبقى مفاجاه حلوه عشان تتبسطي بيها وهنلعب شويه الناس اصلا اتعودت انه في حفلات مهرجان العالمين دايما في مفاجات وبتبقوا محضرين مفاجات فهتكون منتظره منكم النهارده مفاجات لا ان شاء الله هنفاجئهم النهارده نعمل حفله حلوه ان شاء الله ان شاء الله جود لك وانا مش عايزه اقعدكم في الشمس اكتر من كده بس انا عايزه اختم معاك يا هيني تختم لنا بحاجه صباحك تختم لنا بتوعه وتقوم صباحك ضحكة بتسكر ساعاتي الجاية من يومي صباحك عين بتختار لي بذوقها الحلو في هدومي تدوم الضحكة دي ويدوم وجودك كل أول يوم لأن الشمس مش بتقوم لا بتقوم والله حبيبتي قبل ما تقومي مرسي اسعدتونا وجود لك واحنا استناكوا على ستيج ان شاء الله تكسر الدنيا مسار اجباري شكرا. النهارده في حفل العالمين في مهرجان العالمين في نسخته الاولى استنوهم ان شاء الله حفله قويه جدا وهتكسر الدنيا شكرا جزيلا شكرا باي
اهلا 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 بحضراتكم، ولسه معاكم في برنامجكم التاسع. تعال نحط سؤال، الدوله مهتمه بالعماله غير المنتظمه اه ولا لا؟ انا ممكن اجاوبك واقول لك اه، هتيجي تقول لي طب ازاي؟ اقول لك طب ما تيجي نشوف مع بعض ايه هي المراحل المتعلقه بدعم الدوله واهتمامها الحقيقي والاصيل بالعماله غير المنتظمه. طيب مرحلتي الاولى قد ايه يا يوسف؟ محافظه 2 3 16 محافظة هي المرحلة الأولى بتاعتي. خلوني هنا أرحب وبشدة بدكتورة ميرفت صابرين المشرف على مشروع دعم العمالة غير المنتظمة ومساعد وزير التضامن. أهلا بك يا دكتور. عاملة إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. خلينا الأول نحط تعريف تصنيف لكلمة عمالة غير منتظمة. خلينا نتكلم، هو العمالة غير منتظمة للأسف يعني مفيش تعريف ليها على في القوانين ولا على المستوى القومي، ولكن يعني متعرف عليه ان العماله اللي ملهاش مكان عمل ثابت ولا صاحب عمل ثابت ولا ليها دخل ثابت. فده ببساطه ايه هي العماله غير المنتظمه. حضرتك اتكلمت عن ايه هي جهود الدوله لدعم العماله غير المنتظمه. يعني قبل ما اتكلم على برنامج دعم العماله غير المنتظمه واللي معالي وزيره التضامن شهدت اطلاق البرنامج الاسبوع اللي فات واول مرحله منه، ولكن احنا ممكن نقول الدولة اهتمت بالعمالة غير المنتظمة لما دعمت العمالة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد اللي هو 148 ل2019 من خلال ان هي بتتحمل حصة صاحب العمل، يعني الدولة بتدفع عن العامل 12%. الدولة كمان دعمت العامل غير المنتظم في قانون التأمين الصحي الشامل وفي المنظومة الجديدة بان هي بتتحمل فرق يعني الفرق الكاب بتاع العمالة غير منتظمة 7%، المفترض ان هو بيدفع 5% عن نفسه 1% عن كل فرد من افراد الاسرة، فما يزيد عن 7% الدولة بتتحمله عن العامل غير المنتظم. فمنظومة التأمين الاجتماعي الدولة دعمت العامل غير المنتظم، غير بقى البرنامج الجديد اللي اطلقته وزارة التضامن، وده احدث برنامج للتمكين الاقتصادي اطلقته الوزارة، بيستهدف 10,000 عامل في 6 محافظات، دي المرحلة الأولى من 16 محافظة اللي هو إجمالي البرنامج، بإجمالي محفظة تمويلية 160 مليون جنيه، وده تم توقيع البروتوكولات التعاون مع 3 جمعيات أهلية للتنفيذ. دي المرحلة الأولى، البرنامج كله مستهدف حوالي 30,000 عامل بمحفظة إجماليها 570 مليون، وده بناء على مذكرة تفاهم وقعت ما بين وزارة التخطيط ووزارة التضامن. مين اللي بينفذ البرنامج من قبل الوزارة؟ صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي. ده صندوق تم إنشاؤه في 1956 بقانون، وهو وحدة إدارية تتبع وزارة التضامن. الهدف من الصندوق أو الصندوق بيقوم على إيه؟ بيشتغل على الارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر المحدودة الدخل اللي في الريف المصري، وفي نفس الوقت بيشتغل على تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية. احنا حاليا معالي وزير التضامن بتفعل الصندوق من عادة هيكلته وعادة تشكيل مجلس الإدارة، ان احنا حطينا قواعد ولوائح جديدة، حطينا قواعد للإقراض، ومن هنا نبدأ يعني برنامج الدعم العمالة غير المنتظمة. مش بس البرنامج دعم العمالة غير منتظمة، ولكن الصندوق عمل شراكات مع بعض الجهات الدولية من خلال ان هي تشتغل على تمكين الفئات الاولى بالرعاية ومنهم مستفيدين تكافؤ كرامة. ده الصندوق احد الاذرع التمويلية للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، ولكن عندنا كمان برامج تانية، عندنا برنامج فرصة وده بيشتغل على التمكين الاقتصادي لمستفيدين تكافؤ كرامة او الدعم النقدي، ان هو بيحاول يشتغل عليهم عشان يخرجهم من دايرة الفقر وانها تبقى أسرة معالة لانها تبقى أسرة منتجة ومكانة ومستقلة اقتصاديا. عندنا بنك ناصر الاجتماعي وبيشتغل على برامج برضو التمكين الاقتصادي، وعنده برنامج خاص بالمرأة المعيلة اسمه مستورة بيستهدف المرأة المعيلة. عندنا كمان مؤسستين تابعين للوزارة بيشتغلوا في التمكين الاقتصادي، المؤسسة العامة للتكافل اللي هي معونة الشتاء زمان يعني، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع. فملف التمكين الاقتصادي في الوزارة ملف كبير جدا، يعني احنا دلوقتي بنتكلم في حوالي 417 ألف مشروع بحجم تمويلات 3.2 مليار جنيه ما شاء الله. فده ومن هنا بدأنا، يعني خلينا بتكلم الوزارة
والدولة بدأت تغير في سياسات الحماية التقليدية وانتقلت من الحماية للتمكين. يعني برامج الحماية ثلاث مناهج، منهج الحمائي والمنهج التمكيني ثم المنهج الوقائي. حاليا احنا بنشتغل على تكامل الثلاث مناهج، انه منهج الحماية بيركز بشكل أساسي على المساعدات الاجتماعية وبرامج التأمين الاجتماعي، والمنهج التمكيني بيشتغل على توليد فرص العمل وإعادة الإدماج في سوق العمل. المنهج الوقائي وده بيشتغل على إتاحة الخدمات الأساسية، بتكلم عن صحة والتعليم، وبيشتغل على تنمية الوعي العام. فإحنا شغالين على الثلاث مناهج، وبالتالي في منظومة كاملة متكاملة شاملة بتستهدف المجتمع ومد مظلة الحماية الاجتماعية. يعني طب احنا كده بنتكلم على طيف واسع جدا من خدمات المظلة الاجتماعية او المظلة الحمائية للمجتمع. يعني الدولة اشتغلت على اصلاح وتوسع في منظومة الحماية الاجتماعية، بدءا من الاصلاح التشريعي، وزي ما قلت لحضرتك صلحت في قانون التأمينات، كانوا حوالي خمس قوانين ضمتهم بقانون واحد وبسطت الاجراءات، خفضت كمان الاشتراكات وحسنت المعاشات وحطت حد أدنى، اشتغلنا على إصلاح منظومة الرعاية الصحية لما طلعنا قانون التأمين الصحي الشامل، اشتغلنا على كمان اللي هو من خلال القانون بتاع التمويل المتناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنشتغل دلوقتي على مجال التوعية، واحنا عندنا في الوزارة برنامج للتنمية المجتمعية اسمه وعي مصر بتتغير. فاحنا بنبدأ نشتغل كمان الحماية الاجتماعية نفسها من خلال وزارة، ولكن لازم تبقى في مجموعة متكاملة، يعني مثلث التنمية بنقول عليه الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الخاص. كمان يعني الوصول لبعض الفئات لازم بيبقى بالتواصل المباشر، ومن هنا بدأنا نعمل لنفسنا أزرع أو سفراء لينا على الأرض، ودول من خلال الرائدات الاجتماعية. حاليا دلوقتي في 15 رائدة اجتماعية تتبع وزارة التضامن، بتتواصل بشكل شبه يومي مع الأسر المستفيدة من تكافؤ الكرامة أو البرامج المختلفة اللي بتطلقها الوزارة. فده بيخلي ليك وجود على الأرض بسرعة التنفيذ. حتى لما بنيجي نصمم بعض البرامج بنعمل بعض المساحات اللي في الميدان، بحيث ان احنا بنرصد هي ايه الاحتياجات وايه الفجوات اللي بتبقى في منظومة الحماية الاجتماعية، بحيث بتساعد ده انه تعمل تصميم جيد للبرامج الجديدة والمستحدثة ومنها العمالة غير المنتظمة. هايل جدا. طب انا هسألك يا دكتور ميرفت، عايز اطلع فاصل وعايز ارجع بعد الفاصل. اول سؤال دايما هيتبادر على ذهن المشاهد، لو انا جزء من هذه العمالة غير المنتظمة، او لو انا عاوز استفيد من برامج الحماية الاجتماعية اللي بتوفرها الوزارة، انا اعمل ايه واروح فين وايه اللي مطلوب مني؟ يعني ازاي هتشوفوني؟ ده اول سؤال ممكن يجي على الذهن. هستأذن حضرتك نطلع للفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل الكلام. اي حاجه بتتقال في الفصل مش هتتقال على الهوا، قاعده، الا بقى لو يعني او لا يعني موضوع تاني يبقى نتكلم فيه بعدين. خليني انا اجدد ترحيب مره تانيه بدكتور ميرفت صابرين، المشرف على مشروع دعم العماله غير المنتظمه ومساعد وزير التضامن. وانا كنت بقول قبل الفصل على طول، انا لو اني من الفئات المستهدفه هتشوفوني ازاي؟ بنشوف ازاي؟ من خلال قواعد البيانات. يعني العمالة غير المنتظمة احنا بيبقى عندنا قاعدة بيانات متكاملة، دي اللي تم يعني انشائها خلال فترة كورونا وصرف المنحة 500 جنيه. احنا بنتبادل قاعدة البيانات مع الجمعيات الاهلية اللي بتنفذ على الارض، الجمعيات هي دي اللي بتوصل للناس. الى جانب في نفس الوقت الرائدات الاجتماعية بتوعنا بيساعدونا ان هم بيوصلوا للناس، انه في ناس كتيره برضو من العماله غير المنتظمه هي من مستفيدين تكافؤ الكرامه، او الناس تقدموا لتكافؤ الكرامه ولكن وفق المؤشرات الاستحقاق لم ينطبق عليهم، وبالتالي هو ما جابش السكور الخاص بالفقر فما بقيش مستحق، ولكن عندنا البيانات بتاعته فبنوصل. ده نقطه. النقطه الثانيه طبعا الوحدات الاجتماعيه الخاصه بالتضامن موجوده في كل مكان وفي المراكز وفي القرى، فهو بيتوجه للقريه اللي قصدي للوحده وبيبدأ يسأل على البرامج. وفي نفس الوقت زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا برنامج اسمه وعي
مصر بالوعي بتتغير، الرائدات الاجتماعيات بيروحوا يشرحوا برامج الحماية الاجتماعية وازاي يتقدموا ايه الشروط وكده، فبالتالي احنا بنشتغل على التوعية بأهمية برامج الحماية الاجتماعية وازاي الشخص يوصل يعني ويتقدم لها ويستفيد ليها. طب اذا ما كنتش انا على تواصل، فليكن ممكن اكون من سكان مدن كبيرة يعني ابقى ذكي مثلا في طنطا، الكفر، الزيات، اسكندرية، القاهرة، الى اخوانا مش على تواصل بالجمعيات الاهلية، اعمل ايه؟ ما يعني انا بقول لحضرتك هو بيتوجه للمديريات، يعني لو بتكلم عن مديريه التضامن، مديريه التضامن وبيبدا يقول ان هو يعني محتاج ان هو يعمل مشروع عايز يدخل في احد البرامج. يعني احنا برضو من عندنا من ضمن البرامج الخاصه بالتمكين الاقتصادي اسمه برنامج او الاسر المنتجه، وده يعني اشتغلنا عليه من الستينات، تم اطلاقه من 1964. ده كان بيستهدف انه هو بيدرب الاسر على حرفه يدويه، وفي نفس الوقت بيساعدها في التمويل اخر ما يتم التدريب، ان هو بيوفر لها تمويل بسيط تبدا بيها المشروع بتاعها، وبعد كده احنا بنساعدها في التسويق من خلال معارض ديار. حلو جدا. فاحنا يعني الاسر بتروح لمديريه التضامن يعني لو هي عندها بدات في مرحله الانتاج وعندها عينات من الشغل، بتبدا في لجنه بتفحص الشغل وبتبدا تسجلها وبتبدا يعني توجهها للمراكز اعداد الاسر المنتجه. احنا عندنا حوالي 422 مركز على مستوى الجمهوريه، بيبدا تروح بتدرب وبعد كده بتتقدم للاداره الخاصه بالتمكين الاقتصادي عندنا في الوزاره او اي برنامج من البرامج المختلفه بالتمكين الاقتصادي، بنبدا نساعدها يا اما بنوفر لها اصل انتاجي او ان هي بتاخد قرض ميسر، او في بعض الاحيان زي مثلا برنامج فرصه لو هم من مستفيدين تكافؤ كرامه بياخد منحه عشان يبدا مشروع. بعد كده بنساعده بقى في التسويق. احنا عندنا زي مراكز اعداد الاسر المنتجه والتسويق من خلال معارض ديارنا، واحنا حاليا السنه دي معالي الوزيره وجهت بالتوسع والترويج للمنتجات اليدويه، فكان مستهدف على الاجنده 2023 احنا نعمل 25 معرض. احنا حاليا لغايه دلوقتي عملنا 22 معرض. حاليا في الوقت الحالي عندنا 3 معارض، واحد في سلطنه عمان في صلاله عشان مهرجان صلاله، وواحد في مارينا 5، ودي ثامن سنه احنا بننزل في مارينا 5، والسنه اللي فاتت كنا مشاركين في مهرجان العالمين خلال معرض ديارنا، وحاليا احنا في نادي وادي دجله. والنادي ليه 11 فرع، احنا نزلنا يوم الخميس اللي فات في فرع المعادي وبعد كده مكملين، ودي اول مره احنا بنبدا يعني ننزل في وادي نادي دجله، ولكن احنا حاطين على الخريطه ان احنا ننزل في النوادي الاجتماعيه والرياضيه بحيث ان احنا بنسوق وبنساعد الاسر على تسويق منتجاتها، ومش بس الاسر المنتجه ولكن صغار الحرفيين والعاملين في مجال المنتجات اليدويه والتراثيه، لان القطاع ده واحد جدا بالنسبه لمصر. لسه اقول لك ده مهم قوي، يعني انا ديارنا ده من اكتر الحاجات اللي انا بحبها، ده بامانه شديده. ومساله تشجيع المنتجات اليدويه والحرف التراثيه ده جزء من الحفاظ على الهويه بتاعتي انا كمصري، مش بس ان انا بعمل تمكين اقتصادي للاسر والافراد، لا ده جزء من حفاظي على هويتي وثقافتي وتراثي وما الى ذلك. يعني خلينا بنقول المنتجات اليدويه موجوده في جمهوريه مصر العربيه، وكل منطقه جغرافيه مشهوره يعني بتراث معين، وبالتالي هي بتحكي حياه هذه المحافظه وثقافتها، بدءا من سينا والشغل السيناوي والجريد والخاص والخوص، وبدء الاسوان يعني شغل الاحجار والفخار، وبعد كده المنوفيه وشغل السجاد الحرير وكفر الشيخ والكليم اليدوي وشغل التلي واخميم والكوفيرتا يعني، وعندنا الوادي الجديد بقى والبلح وعندنا التوابل والعطور، فهي بتبقى بتحكي وزي ما حضرتك قلت بتعكس الهويه المصريه للعالم كله، وبتعرف الناس بتراثنا وثقافتنا المتاصله. ده جزء الى جانب التمكين، ولكن الجزء الاهم ان القطاع ده قطاع كثيف العماله، فبيساعد في حل مشكله البطاله، معتمد بشكل اساسي على السيدات، معظمه من السيدات، فبيدي فرص تمكينيه للسيدات. كمان قابليه التصدير فيه عاليه، لانه حجم القطاع على مستوى العالم بنتكلم في حوالي 680 مليار دولار.
كلميني عن التصدير اكتر في القطاع ده تحديدا، منتجات ديارنا والمنتجات التراثيه واليدويه، احنا بنشتغل على تصديرها؟ احنا بدانا السنه دي نفتح اسواق خارج مصر في المنطقه العربيه. بدانا اول في يناير اللي فات بمعرض العربي للاسر المنتجه، وده كان معانا 13 دوله. بدا يحصل احتكاك وتبادل خبرات ما بين العارضين المصريين والعارضين العرب، بحيث بيبدا يعني نفتح مجال للتصدير. تم طلب بعد انه نقوم ببعض البرامج التدريبيه لبعض الدول العربيه في مجالات مختلفه، يعني مثلا موضوع الصواني النحاس اللي مشغوله بالصدف هما ما يعرفوهاش. طبعا المنسوجات القطنيه المصريه ليها قبول يعني شديد جدا في المنطقه العربيه، يعني في المعرض بتاع سلطنه عمان اكتر حاجه بيبقى فيه طلب عالي جدا عليها المفروشات القطنيه والفوط والنهات بتاعتنا. ما شغل القطن المصري ده براند عالمي، يعني لو قطن مصري هات. والحاجه الغريبه يعني حتى الكوفيرتا بتاعت سواج بتاعت اخميم عليها طلب، ورغم ان هم يعني عندهم الجو حر، ولكن يعني خلال فترات الشتاء القليلة جدا اللي عندهم بدأوا يتعرفوا على الكوفيرتا ويطلبوها. الكليم كمان اليدوي لقى قبول عندهم، خاصة انه في الفنادق يعني ان هم بيبقوا محتاجين اللي هي الكليم الاحجام الصغيرة. فبدأ يحصل فيه طلبات خاصة بالتصدير، ولكن احنا متوسعين الفترة الجاية باقي الخمس شهور او الاربع شهور الباقية من السنة ان احنا هنبدأ ننزل. عندنا ثلاث معارض، عندنا في دبي وعندنا في قطر وعندنا في البحرين. دولة كوت ديفوار طلق يعني في بعثة جاية منها خلال شهر 10 الجاي، وطالبين ان يبقى مشاركة مصر في المهرجان عندهم السنوي الخاص بالحرف اليدوية، وكمان هما جايين يطلعوا على التجربة المصرية في مجال تطوير الحرف اليدوية. بدأنا احنا كمان من خلال مذكرات التفاهم الثنائية اللي ما بيننا وبين الدول المختلفة ان احنا ننشط موضوع تبادل الخبرات واقامة المعارض المشتركة في مجال الاسر المنتجة. فاحنا بنحاول ان احنا الفترة الجاية ان احنا ندخل يعني السوق العربي. السنة الجاية احنا مستهدفين السوق الاوروبي والامريكي. ولما بدأنا نعمل دراسات سوق سريعة كده ان السوق الامريكي ما فيش حد بيصدر ليه من المنتجات اليدوية المصرية، ففي بوتنشال عالي جدا ان احنا ممكن من خلال الوزارة وقدرتها، لان لما بتكلم على صغار الحرفيين هو ما عندوش القدرة المالية ولا المعرفية ان هو يدخل ويغامر ويطلع يستكشف سوق وان هو يدخل يتسوق. فاحنا بنحاول ان احنا نساعدهم ان بنسوق بالوكالة، يعني بدأنا ناخد منهج جديد ان احنا ننزل نسوق بالوكالة، وده اللي حصل من خلال معرض ديارنا في عمان، ان احنا بدأنا يعني نسوق بنفسنا احنا كوزارة، احنا اللي بندير المعرض واحنا اللي بناخد بنشتري المنتجات من العارض عشان نسوقها له. فموضوع التصدير احنا حاليا بنعيد هيكلة مشروع الاسر المنتجة، وموضوع كمان التسويق الالكتروني بدأنا ندخل فيه من خلال التواصل والشراكة مع بعض المنصات، منها المنصات الحكومية ومنها المنصات الخاصة عشان نشتغل على التسويق. فبنحاول هيكلة المشروع كله، لان زي ما بقول لحضرتك ممكن يتعامل تعاون مع شركات متخصصة في التصدير، يعني تبقى الوزارة بتساعد على التسويق عن طريق المعارض، والشركات بتاعة التصدير بتشتري المنتج من العارضين الأساسيين أو المنتجين بتوع الناس اللي اشتغلت بإيديها وهي اللي تودي على هناك. احنا بنشتغل على المنظومة ككل من أول قاعدة البيانات، وحاليا بنعمل منصة لتسجيل الأسر المنتجة، وكمان حتى خاصة بالبرامج التمكين الاقتصادي، بحيث ان احنا بنرصد خلاص تدخلات وزارة التضامن في التمكين، حجم المشروعات، توزيعها جغرافيا، عدد المستفيدين، متوسط المشروع، الأسر المنتجة اللي موجودة بالحرفة بالمنتج، بحيث ان يبقى عندنا خريطة كاملة بتساعدنا واحنا بنصمم وبنطور البرامج بتاعتنا. بنشتغل من أول قاعدة البيانات، بنشتغل كمان دلوقتي على تطوير برامج التدريب، بنشتغل على موضوع التصاميم، والتصاميم في الحرف اليدوية مهمة جدا، لأن هي دي اللي بتساعد المنتج على التسويق، انه يبقى لازم التصميم متطور وفيه الطابع التراثي، ولكن برضو بيواكب الاتجاهات العالمية، وخاصة لما بتكلم مثلا على السجاد والكليم اليدوي، يعني دي من الحاجات التراثية بتاعتنا، ولكن
بدأ يعني التصميمات التقليدية مش هي دي يعني اللي عليها الطلب العالي، ولكن الحاجات المودرن والحاجات المتعلقة بالديكور والتجهيزات العالمية في الألوان وفي التأسيس و فالتصميم برضو مهم. موضوع التسويق لازم يحصل فيها شراكات مع القطاع الخاص يعني والشركات المتخصصة كمان في التسويق وفي أبحاث السوق، لأن هي دي اللي بتبقى حضرتك محتاج قبل ما تدخل السوق لازم تبقى مكتشف، لأن مش كل المنتجات هتلاقي القبول. صح. فلازم كل سوق بيبقى له احتياجات الخاصة بيه وأذواقه طبعا المختلفة. دكتور مرضت نورتينا وشرفتينا، وبعدين رفعتي معنوياتنا لفوق، يعني في واضح انه في تحرك وحلو وكثيف وسريع في نفس الوقت، ويا رب يسهل كل شيء بيعدي باذن الله. شدوا حيلكم اكتر من كده كمان، لا لشيء لمجرد بس ان احنا كل ما هنوصل لحته ونعمل بنش مارك احنا هنعلي على نفسنا ان شاء الله. التنميه المستدامه عايزه تكاتف كل الجهود يعني عشان نوصل بمصر ونطلع ان شاء الله باذن الله. كل الشكر ليك يا دكتور مرضت، كل الشكر لدكتور مرضت صابرين المشرف على مشروع دعم العماله غير المنتظمه ومساعد وزير التضامن. خلصت الحلقه لحد كده صحيح، لكن الكلام لسه ما خلصش، وبالتالي ان شاء الله لو كلامنا العمر نكمل كلام بقى بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.